السلام عليكم، اخوان الصيادين، منكم من لديه محركات رباعية الأشواط يهمل تغيير سير التأمين أو بما يسمى بالتايمينج بيلت. يجب علينا تغيير سير التأمين عند وصول عدد الساعات المطلوبة من قبل الصانع. قم بتغيير سير التوقيت أو ما يسميه البعض بالتايمينج بيلت. سنقوم بفك هذا الكبر، من بعد ذلك سنقوم بفك الفلاي ويل أو ما يسميه ما يسمى الحذاء. هذه الأداة لفك الحذافة. سوف نقوم أولا بفك هذا الجزء الكهربائي لكي نصل إلى سير التوقيت. ولا بد من الانتباه قبل فك سير التوقيت بوضع علامة بلي الكام شفت قبالة هذه العلامة، وأيضا وضع علامة بلي الكرانك شفت قبالة هذه العلامة.
بعد ما وضعنا العلامات في مكانها الصحيح نستطيع الآن فك سير التعيين. سوف نقوم الآن بفك سير التعيين. نقوم استجابة سير تأمين جديد حسب تعليمات الصانع. سوف نقوم الآن باستبدال سير التأمين. والآن بعد استبدال سير التوقيت سنقوم بإرجاع جميع الأجزاء إلى مكانها الصحيح.